السلام عليكم. مرحبا وسهلا، كيف حالك؟ بخير؟ لباسك خير؟ طاري بس بخير الحمد لله ان شاء الله. اذا نحييكم من ولايه بوجدور. يبدو ان هناك حدث هنا في على مستوى الولايه، سنحاول ان نقربكم منه ان شاء الله. السلام عليكم، مرحبا. يا انت مش حالك؟ ياك لباس؟ ياك خير؟ طاري بس ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله. مرحبا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا وسهلا. كيف حالك؟ كيف حالك؟ بخير؟ ياك لباس؟ بخير؟ صحة لباس؟ ان شاء الله. بخير؟ زيت وعلى جدار السلام عليكم، مرحبا. شحال؟ مرحبا. إذن حاولوا تكبسوا رجاء، كبسوا وشاركوا اللايف من فضلكم. الوطن والشعب، يا بديل يا بديل، عسى خير المصير. الوطن والشعب، يا بديل يا بديل، عسى خير المصير. بسم الله تبدأ ولاية بوجدور من هنا من دائرة أرضي في تقليل الاحتفالات المخلدة لتلتيت الجبهة الشعبية لتحرير السارية الأمة العاطفة، تأسيس الجبهة التي أسسها الشهيد الولي مصطفى السيد ورفاقه والذين اليوم نسيروا على ثرهم على خطاهم حتى نيل الحرية والاستقلال. باسم ولاية بوجدور وباسم سلطاتنا وسلطات دائرة أرضي نرحب بالإخوة أعضاء الأمانة الوطنية والحكومة هذا المجلس الاستشاري، نرحب بضيوفنا بالأخ الإعلامي محمد راديلي من المراكز. نشيد
أيوة كل الوطن كل الوطن كل الوطن هذو اللي تقدموا شوي توخروا ياك يخلوا الممرضات للناس الناس هذو قدامية ياك الناس صادية جاية راهم وحدين صادين له هذو اللي ما التزموا بالإجراءات يلا تما يلا وقفوا صدوا جايين عودوا كل الوطن كل الوطن كل الوطن كل الوطن النشيد
مرتاح. يا شهيد ارتاح ارتاح. بالبندقية بالبندقية تواصلا لتحليل هذه الفعاليات المخلدة للذكرى 51 لتأسيس رائدة كفاحنا الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. نبقى مع الكلمة الترحيبية لرئيسة دائرة أكدي. الحمد لله مرحبا وسهلا. كل الوطن كل الوطن كل الوطن بالبندقية بالبندقية. ايوا بدون إطالة، احنا في دائرة أبطي هذا الحفل الرسمي اللي فيه الشقين جهوي ومحلي. نرحب بأعضاء الأمانة الوطنية وأعضاء الحكومة وأعضاء المجلس الاستشاري والوفود المشاركة من الدوائر والمجلس الشعبي الجهوي وكل السلطات والحضور الكريم. احنا اليوم في اطار تخليد 10 ماي الذكرى 51 10 ماي تعبر عن وجود الشعب الصحراوي لانها هي الانطلاقه اللي به وفيها اهل الصحراء خطروا ذاك اللي باقيين اللي هي الجبهه الشعبيه لتحرير الساقيه الحمراء ووادي الذهب. هذه الحركه خطروها عن اي شيء داروا فيها مجموعات مناضله كانت في المدن المحتله وكانت جميع الميادين والمناطق المحتله وفي الريف وفي كل بلد اختارت هذا المشروع ودشنتوا في يوم 10 ماي دارت برنامج عمل، دارت قانون داخلي، دارت جانب عسكري، دارت جانب سياسي. هذه النواة كاملة وبدأت تشتغل. واللي الحقيقة أول شيء هو بالعقب 10 أيام خلق إطلاق النار ونعلة 20 ماي. إذا هذا اختيار أهل الصحراء، هذه هي اختيار أهل الصحراء، خطروه بروسهم وداروا فيه برنامج ومشاو فيه من العدم الى الوجود. اذا هذا بالنسبه لنا انتصار اللي احنا اليوم في 51 لميلاد الجبهه الشعبيه، وهي كانت اول مؤتمر شعبي للجبهه الشعبيه. وبدون اطاله ارحب بالجميع ومشكورين. والآن الكلمة الرسمية لهذا الحدث يلقيها عضو الأمانة الوطنية الأخ مصطفى سيدي بشير. السلام عليكم، أصبح بخير ومبارك العيد، عيد 10 ماي. أيوا لو كان ما ورجني قدر منه بال عاد نيت يوقف يجرى كبير وظهورت وكذا قمال نوب ودقيت صنف ثاني وثالثة على أرواح الشهداء شهداء جبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وغيرها. ولكن الرحم عليهم هم موتانا وموت جميع المسلمين. قولوا آمين. إيوا طبعا عني خارج زر من القاعة معاني قاعد نخرص بيا باطل اللي فيها الوليج نعرف عنه تان وتان وصحاح وماضيين ومني شفتهم ليوف والنشيد الوطني اذا هما يمدوا ركابهم ما هم قاعدين يوف. يا غير يا غير
حامدي مولانا اللي متعارفين وعارفين على شبابهم مضوا في هاي القضية. 51 سنة، 51 سنة من محاولة استغراق للي فاتنا قطاره واللي هو بناء الدولة الصحراوية. وللأسف وللأسف يخص الناس تنتبه، تنتبه ليش؟ تنتبه عنه يوم 10 مايو هو اللي تم فيه تأسيس الجبهة الشعبية، ولكن يوم 20 مايو هو المعدد فيه عملية الخنقة، العملية الأولى ضد الاستعمار الإسلامي. و27 فبراير 76 تم الإعلان عن أول دولة صحراوية. شو عديدة هذا قطعا بتقلت شيء من البديهيات، ولكن باغي ننبه عن وراء، وبدون تنظيم سياسي قوي، بدون تنظيم سياسي قوي رأي الجمهورية ما هي خاقة، رأي الجمهورية ما هي خاقة. والتنظيم السياسي هو اللي جابني أنا وجابكم أنتم اللي منكم في سني هون الحمادة ما قد شافها لأمور 20. التنظيم السياسي بقناعتي، بقناعة التنظيم السياسي ويقنعونا كاملين، فيكم اللي مشى عن داره، وفيكم اللي مشى عن ابنه، وفيكم اللي مشى عن والديه. قايس قايس هدف مازال ما فات وحقق، ولكن قطعا أقرب من اليوم من 73. وحنا ينطبق علينا اللي ينطبق على الهجرة النبوية، منين تلاطفوا علينا الله يرحم والديك يعني الناس راهم يسجلوا وزين عنه ضجيج يقل رجاء راهي الناس هذا راهو بث مباشر اعرفكم هذا اللي مجمع وجابر على زد واسمحوني خسرت عليكم التسجيل غير لابد تضبط الناس لا يفرقوا لي تعرضوا علينا وتعدوا لنا فوضهم هذا ما هو قاتل صح؟ احنا واقيش كبار تركوا منهم ذوق عوار اكثر من بعض إذا قلت عني نرجع الموضوع ينطبق علينا اللي ينطبق على الهجرة النبوية. منين ضياق عليهم الحال هاجروا، وإحنا منين ضياق علينا الحال وجانا الغزو من الشمال ومن الجنوب، وإسبانيا تخطط وتنعت المواقع وتعطي الخرايط وتعطي السلاح اللي جبرنا من منفذ إلا الجزائر. وتحية الجزائر، تحية القيادة الجزائرية والشعب الجزائري. وكيف يقولوا الجزائريين ويقولوا احنا مع الجزائريين، الله يرحم الشهداء، تحيا الجزائر ويحيا التضامن بين الشعبين الصحراوي والجزائري. منين جاوا جيراننا محمد اسمه هذا الحسن الثاني يعطي خطاب المسيرة الله يرحمه يقول إلى أجبرته الجنود الإسبانيين قسموا معاهم التمر والبن اللي عندكم، ومنين تجبروك الخارجيين المارقين على طاعتنا فسيكون لهم جيشنا بالمرصاد، يعني البوليزاريو. قال هواري ومدين والمختار داداه ويقاوم يغنوا الصحراء هي منازل الحدود نعيد اتحاد بناه الجدود فيكم تسمع هذيك الساعة مازال حظهم. قال هواري بمدين نعم نفتح ذراعينا للأطفال والنساء والشيوخ الصحراوية. ومرقت الجزائر جميع الولايات والبلديات الجزائرية مرقت بشي استمر ياسر من السنين انقال لهم أسابيع تضامن مع الشعب الجزائري، وما زالوا اليوم إلى اليوم بنفس الموقف فاتحين ذراعتهم لكم ويدعموكم ويخسروا ياسر من مصالحهم من اجلنا احنا. واخرها حادثه ديال كره القدم، اخرها وللاسف حركنا احنا متاخرين، لكن عدلنا نتضامن مع الفريق الجزائري، حرك متاخر. وتعرفوا على الاحسان ذاك بنا تنام عليه الناس قومي انت طيب قومي انت كذا قومي انت عدل، ذاك ما تلاقي الاحسان. الاحسان اللي زي منها هو شيء بلو والناس متحاوصته وقال فيها عنك عدل. اذا احنا في الحقيقه
يحنن 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 وانت مكرر منين نحنن عن احنا روك اللي جينا هو جينا واعدينهم سؤال يطقوا رجال طبيعي لنفسه انا جاي من انت جابني دي طار حبيبي قال حد يقول كيف قال حد ثاني شحن حق لو كان ينصبوا عليك يا اختي القنابل هم طريقة فهم قال ما تقوليها ما تقوليها ما تقوليها انا ابو ذرية اذا اللي زين هو عنا نعود عافية عن ما جابنا هون ما واللي جاب لغزات شق راقم فهمتوا وقالوا لي ان شاء الله اكثر ولا تقعد عليه جينا ندور بليده امنه والحمد لله مازال مجموعه من الرواقيش حاضره فيلق حياه الشهيد من عيون الزاوي حاضرنا محمد اسمه حياه الشهيد ولي ومعطيهم غالي هذا وطرحت عليه الناس طرحت عليه الناس عنه يخصهم يقيموا بالتركه والعلاه واللي باغي يكذب بعد شهوده هذا فينق من الرجاله هم حاضروا الشهيد الولي قالوا له ارفضوا عنا تركوا العلاف باقي واحد فيهم فهم قال وفي التفاريتي وفي مطريقه وفي العربوب وفي اوسرك قال لهم الى ما اعطتنا الجزائر رقعه من تراب نمارسوا عليها شبر سيادتنا ما لنا لا في دين العلاف والتركه نختارهم يقتلون المغاربه هون والموريتانيين عن يعودهم واللي يقتلهم الجزائريين في تراب احنا ما فاتنا قاتلنا ونعطات التراب وحدد جغرافيا ممنوحة عليكم يا غير ما هيكم باش تعودوا تبيعوها وتتضايقوا عليها وجيتوا هون كلها في المكتب ونصاب فيكم ياسر من الرجال وياسر ما بقاريش طايح قهر يا غير هذا ما أثر على المعنويات وتم المغاربة والموريتانيين قصفوا وانخبطوا يدين مدوا القافة وريك الرجلي عطريك الرجلي يتكلم عن درون ما درون باطل شين درون ما جاب شين درون حرب العلم ما كذا لا ما أنا جاهزين له وكنتوا جاهزين له في 73 والله ما كنتم جاهزين كنتوا وجاهزين له في 75 يعني إذا الغول جاي حالهم من قبل ومن تل جاهزين له والله ما كنتم جاهزين له أولكم تعودوا جاهزين له اليوم لأن القاعة منين نحسب رأيك فيها كم من أصحابات البكالوريا والجامعة لأن يجبر عنها تشكل تقريبا 30% من حضورهم ذاك اللي جينا هون ما عندنا أخمس جامعيين مكملين دراستهم الجامعية ونقلت واحد منهم الله يرحمه ولا أحمد زين اللي استشهد المدرسة وكأنهم باغين يقلصوا من عدد المثقفين اللي عندنا وراي قلت راهم ما عندنا خمسه مكملين دراستهم الجامعيه ذاك الوقت. رئيس البلديه والامين العام البلديه اللي تكلمت هون من ترى كانت قلت تعطينا رقم فراس هضريك والله في ادارتها من عدد الجامعيات البلديه. ما تقد ولكن ما هم مجندات ما هم مؤطرات ما هم مؤمنات برنامج العمل الوطني بعض منهم ولا هم مؤمنات بالمبادئ ولو قرأوا لهم ولو لحقت لهم الرسالة إذا هذه الرسالة من يالتها تتوارثها لأجيال عن أجيال وقصة قبيل على قضية الهجرة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرين هذا زرعوه في أولادهم وفي جيرانهم إلى أصبح الإسلام اليوم مكتسح القارات كاملة إيوا إحنا عاجزين عن جند أمناتنا وأولادنا إذا هذا من يات وتنطبق عليه القاعده ذيك نيرو بجات والله ما جات جيب واحد من الريتات ذي اللي ماذا قاعده تحرق كيف واكو وحده ثانيه هون نرقى بيهم ويجيبوا بناتهم ويجيبوا اولادهم اذا احنا يعني اذا انت عظام المصايب ناخذوا مثلا نتكلموا عن درون واحد يستشهد ويقولوا عنه لا يشبع في 40 من ظهره على ما نتكلموا عن هذا اللي يموتوا يروهم الجزائريين على سبة الريسك على ما نتكلموا عن هذا من حوادث المرور اللي هون على ما نتكلموا عن هذا من المدمنين اللي تواتي عارفاتهم
وحنا عارفينهم ولا مقبوضون الموقف يا رعانا بدينا ندفع الثمن والبقيه جايه. الله العظيم المقيم مثل المعود يستنطر من هون قايسين المخدرات في المغرب والله بركينا فاسو يدنهم يستنطر وما يقطعوا عنهم المخدرات. وهذا راهو ماهو القارو وهذا راهو ماهو مونيجا هذا راهو الادمان راهو واحد نوبهم في الجزائر باع عمه وجوزته ومنيته للمخدرات نتيجه الادمان. وقال اكتب عليه ابو سعيد ذاك كان رئيس المجلس العلمي الجزائري اكتب عليه مقال قال عنه ما كان ابن بار ولا كان اب حنون على بنته ولا كان جوز غيور على جوزه. اذا حد باع هذا ما يقدر يبيع اي شيء. هذه الافه اذا ما وجدتوها لا يتدمروا لا يتدمروا. وهذا لا كيف حي تمزوطوف منين الحق العلف اللي يجي راجع براحه. هذا عند منين ينقطع عنه وذا راهم اللي يتموا قايسين البلاد اللي هو مصلحه. وذا مدروس ومقصودين به مقصودين به. اذا اللي زين وهو عنده حد ما يعظم المصائب اللي يتكلم عن دروس. لو كان فيكم حد ونعرف عنه ربما هون حد قط الحق بدو ديال الخرو اللي مردون فيهم شيء سلاح ملح ملايين. عملية جبار الأولى فما مازال ولا ضريك عظام ما بقاريش. أولادكم وأخواتكم. ولين بروفانات واحدة تنعت واحدة ديك الساعة نتيجات ما بخلقها. وعند التميمي شاء اسمها هذيك الثانية خنيفيسة. مازال فم الأسرى الموريتانيين والمقاتلين الصحراويين متخلطين أعظامهم فم عند فريس الوتات وخاتمات جبار. ومعارك تنخسر فيها 60 راجل مرة واحدة. هذوك بلا أمات. هذوك بلا اخوان، هذوك بلا جوزات، اللي فم ولا اللي اليوم. يعني هذا راهو يحزن، هذا راهو شين، وهذا راهو يألم. واحدين متباركين هون مع الفيق في المناسبات، وعائلة معزرهم مستشهدين اولادهم يجينا كاملين. ازرق عليها كذا يلا يا مدي دق ودب ودب ودب. منين قايسين؟ منين قايسين؟ أراكم في الحقيقة أقسم لكم بالله أقسم لكم بالله أقسم لكم بالله أن رجاج يمشي لين يقول الحرب. هل يا جماعة مسكين وين يسافر والله بايق هذا يعني نشاطاش وش عندكم له؟ وارجعوا لإزاراتكم وملاحمكم اللي كنتوا ديك الساعة بانيين في 75 76 المغرب يجر فيكم وصمانية جر فيكم وادفع ادفع ادفع والهجرة مش هجرة. وشوفوا انا نفضل واحد عايد فوق في اطلاق النار نفضل واحد عايد زمن وقف في اطلاق النار على واحد هارب على المعركة اليوم يعملوا قيس لا حيز لهروب المعركة ما هو كيف الهروب عند قيام الامن. ضريف يا صحراويات ويا صحراويين احموا مكاسبكم العدو مستهدفكم والجزائر اللي قاعدين في ترابها مو زقنا عليها شي كيف تشوفوا مقبول عليها من كل بلد من هوك المغرب والقواعد الفرنسيه والامريكيه راعاها مجاورتها من جنوبهم ومن شرقهم ولا حداهم شي قد يحكم منه وحامي وحار وثقيل ما هو تونس وليبيا راهم يجروا معاهم كانوا يعدوا منهم ايوا ثم هيك ما حاجتكم بعد عن الخطر عنوا منين حق الجزائر قولوا منين اللي ينقسم قولوا منين اللي ينقسم هو اللي زين هو حد كيف حد يوزن شي الميزان يعرف اش دار في الميزان القضيه الوطنيه ويعرف اش دار في ميزان العلم والكلام والاوذيات والقربوات ديال العائله وديال القبيله وديال العشيره حد واحد فيهم باغي يرجعنا لذاك الزمن القديم. وذاك الزمن القديم راكم تعرفوا وش فيه. راكم تعرفوا وش فيه. قبائل مطاحنه ما عالم بها حد. ايوه. حد باغي يرجعنا لذاك الزمن. انت جدك فلان وانت جدك فلان وانت عربي وانت كذا. نرجعوا عاملين ليش هذاك المراحل ديال العدميه. عاقب 51 سنه من معطى الشباب ومعطى الخد. ومعطى الزغب وشيب الراس وشيب القلب ودموع الياسات تخلاو عنه احنا خلال فلان والله فلان والله
منين هو الشيخ اليوم يقدي هذه الألمة؟ الألمة هذا في أزمة تنظيمها وقاعد يحلها بين احنا كلها داير عنده موطور وهم الله شنقال لها هذه اللي لم يفتح يشير قريبه تتكبع 20 طن وانا وقدر من رجلي هون اعرفوا انها كانت تجي روايه من قربتين تسقي خيمه اسبوعين وثلاثه في يناير الصيف وضريت يعني كوبا معمره دايره 30 و20 طن ما تقدر تعطي اسبوع ونقولوا الما خاص يا ولدي كذا يقول حد المره هو التراب الى بغى يحس على التراب راهم الجزائريين ما عندهم جبالات راهم يجيبوا له الماء من التراب راهو الماء ما هو موت يكذب عليكم حد يقول لكم عن خالد من الماء الكافي بغيتوا ترشدوه كيف امكانياتكم كامله ارشدوه بغيتوا من تبرعوا به هنا اسمها هذه قارني وما اشبه ذلك باش ما نذكر ودي مره ثانيه لانه حاضر تبرعوا به تبرعوا به انكم تمسكوه ومولانا قال في القران وخلقنا من الماء كل شيء حي. عايد شورش من الدين. غريب غريب يا صحراويات اراجعوا نفوسكم. هذو الرجال المعلقين صورهم شهداء ومعتقلين اللي تتقوا معاهم في نهار ما هو كيف الايام الصحة كيف يتراجع قدام رب قادر ولا يحاسبونا كامل. شعدلتوا عاقبي. ياك مشيت استشهدت من اجلكم شنو اللي غلى عليا من شبابي وروحي وتركتي يا بنتي اش عديت وعامل سرقنا عاربك كذا وكذا عجمعت مع القبيله كذا وكذا عندي قرب ديال القبيله غير ننصح لها بشي زين يقول له اعطاه الثاني للدين تنصح لها بشي بحالي جمع في الخليه جمع في الفرع يسمع رجال يقول فيه كلمه جامعه مع الناس انصح ايش في درجات وصلوا عن شي ماشي في رخي جمعنا احنا هون قاعدين حاملين يجينا شرح مشيت المخابرات المغربيه يقول ثم بدل ما يقول ثم كان طقها بالثم ما هو طقها يقول لا ثم وجينا شرح ثاني يقول ديب ما يعرف يقول ذيب بدا جايينكم باولادكم جايينكم ببناتكم الخالقات هون ورابيات هون وقراو هون جايين واعدينكم بهم يلعبوا على عواطفكم يلعبوا على عواطفكم وباغين يدمروكم المغرب عاقب 31 سنه من وقف اطلاق النار حجلوا عن جيش مات خالد وعنكم مات ليكم شعب وكثره العايدين واصحابات الكرطيات ونعلتهم الله عليهم اجمعين الى عاد هنا المحد وصلها لاصحابات كمان فيك زالها فيك لعنه الله على اصحاب الكرطيات لعنة الله على أصحاب الكرطيات. وراهم نعطيكم أمارتي، راهم في المهرجانات، واللقاءات اللقاءات ديال التلفزيون راهم يتركبوا دائما، راهم دائما متركبات. هذه الأمارة رفدوها. حتى لا هما في حدودهم. لا هما في حدودهم. أمال أنتم في أوجاعكم ما يستحقوا كريمون المقال. المهم المهم عنه لعدو لعدو جايكم جايكم مع الركبتاش اللي تواجهوا إذاعات واحدة مفرقة معذورة إذاعات فيها الحب وجهها معذورة لكن واحدة ثانية في مهرجان وهي باطل باب معذورة وكانت والله العظيم المقيم للسياني عندي صفقت السياني حمد غير ما هو قدر قيمة هذا يوقفوا كل نبدأ تضحيات ما خلقت والبناء ما خلق يوقف يعود في قراش والله تبقى قراش تكون جبهة ما عاد تتشي توقف توقف أضريك أضريك راس الصفوف وراه يقول لك يقولوا ذيك الرائع ذيك الخيمة كبيرة ذيك صغيرة ذيك كبيرة الزمن 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 كل وطن كل وطن الإعلام ما يباركوا يا صحراويات ارتفعوا الزمن كل وطن كل وطن كل وطن يوم يلا بدأت الأرض المحتلة اللي يوقفوهم ويعيشوا حيبطوهم كل وطن كل وطن إوا كنت أعلمه كنت أعلمه البناء البناء قال خيامه كبرهم جاء
يقولوا الاولين عن يكبر الخيمه لا الزمن لا حد منين يسلك نياق عنده ويعودوا يحلموا وجه اسحاق تعلق فيه الناس كامله ولك هو كبر الخيمه وكبر فيه وحد ثاني يتخيزل من ويقات عنده عن الناس لعله يشرب عليه ابنه وعياله لك خويمة صغيرة لو أدريك الزمن صعب وتجاوز هذه المرحلة هي امتحان المناضلين ومناضلات الجبهة الرأس والصفوف والظواهر نلزموا عليها كاملين ما نقبل ظاهرة فينا ليدمرنا لا قبلية ولا تجارة ولا مخاطرات ولا أكشاك ولا قتل ولا سوء تسليم طيب الحق إلى القاعة حاجة ومعانا هذا الصحفي المقتدر محمد راضي الدين صوتك وشعارات الزيلو عميد وتغني المهم الراضي الليلي صحابي مقتدر غني وجامل غني وجامل غني وجامل بيه اللي كان في التلفزة المغربية وفن لا الدماغ هو اللي يجيب ولاه ومازال ما يجيب وقطعا عنه قربة وترعرع فم الرجل اللي يقول حتى قيس المغرب سمعتها ويقولوا حتى يقول هلا هلا الله يقول خير قيس المغرب يعطيني دار يعطيني كذا إنه كان شي فم هذا الراجل عندي عمه اللي يعود خلاقه فم وامه خلاقه فم ومتركته خلاقه فم ومن فم وهو ما اجبر بنت منين يركب فم رغم قدراته رغم قدراته واحنا كتنظيم التنظيم كان زين عندنا عن محمد الراضي الليلي اللي يعرف مساري المغرب نختاروه يتم يفهم كتفهم نختاروه يتم يفهم كتفهم ويمس ذوق المغاويس اللي في المغرب كيف انتم تشاهدوا واكتسب شعبية قطع لها ما هي موجودة عند حد من المثالين هذا الراجل لاحته العاطفة والحماس عنه لا بد يقول قبهم هذه هي مرته الثانية راح تغيير نرحب به ونختتم بالصلاة على الرسول وعوارض صغيرة التراب اللي قاعدين عليه وتضايقوا عليها راهي ما يبكم شفتوا مبسط هذا ما يبكم انتم تضايقوا عليه شو موتكم الضوء اللي جايكم منين يقطع ما جبتوا معكم من ضوايا تلقى ضوايا تمشيكم في التراب اما هذه المرأة هي وصاحبتها قال لهم عنهم اشتراكات في بوش وجابت لي جيره قالت لي هذه اللي قرتي منها في جيره من بوش شعرنا من الحضاره والتطور وقتها قالت العلم ما هو خالق وراه اللي يقسم لا شيء قليل اما شيء ياسر شايب عن الناس كامل حضروا فيكم اصبروا هذه جارتك تصبر عليها اليوم تصبر عليك غدا هذه الظواهر اللي موجوده عندكم كانت الناس ديك الساعه خايفه لها على بناتها أولادها ما يمسؤول عنهم يغضرين يوقي الله بحتى عطاهم وجانا لبنان ما هم حركات ولا هم تجارات المخدرات ولا هم مدمنات ايو عدوا في قريش هم ومليهم البوليتش ايو عددهم مستاج وقلب وقلبتين كيف البليش ولا وقال عنه راجل كبير ايو هو مارقلين إذن تقبلوا من تركتكم خارج شمات يتعدل المدرسة ولا يعدل التدريب ولا يعدل المجتمع ولا المؤسسات هو تربية الأسرة لولدها والله منتها اللي واحد اللي عدوكم اللي واحد وفيه الفقر والإضرابات والمظاهرات وكيف يقولوا الأولين عن يعني في الإسلام عن حد غص يجوز له يقضوا في الخمر مشيبت إسرائيل ما تلم عن قوة مشيبت إسرائيل تلم عنه هذا النظام معزول
هذا النظام ما عنده صديق ولا عنده حليف في المنطقة، متضايق مع جيرانه كاملين، واقتصاده منهار، التعليم مظاهرات، الصحة مظاهرات، القضاة مظاهرات. إلى الطلبة اللي كانوا يصلوا في المجلس ساجد ليتعودوا، شفتوا الصحافة الإسبانية جايبة 14 واحد مشات ماجدر بليدة واحدة ما ترجع من أئمة المساجد. شكرا جزيلا، نتمنى لكم التوفيق ومشكورين الدائرة تركي، رغم أني نجرح ليال من يصل أنا مواطن هذه الدائرة ما نفعل بكم سادة. تفضل. شكرا لعضو الأمانة الوطنية الأخ مصطفى سيد البشير اللي شارك معنا في الكلمة الرسمية في هذه الاحتفالات المقلدة للذكرى 51 لتأسيس رائدة الكفاح الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب. كل وطن كل وطن. رجاء المواطنين تفاعلوا بالإعلام الوطني الأخضر الرادي، لأنهم عبر البث مباشر تتفرجوا آلاف من المتابعين برا القاعة. والآن تواصلا بفقرات هذا الحدث الكبير، نبقى مع فقرة فنية للفرقة فلتتفضل. مشكور. هو هريك الشباب هريك البقعة ديانة جدا. ايوا يا الصحراويات، لعدو راهم لين يسمع صغاريت الصحراويات يزرق بندقيته ويرمي خرص رايح حكم ولي صحراويات الفوق. عشرة مايو 20 والتاريخ يشجع من صنع الثائرين رافدين المشكلة. نحيوك من سنين يا قرة عينينا يا 20 ل50 كالحمد جيتينا. عشرة مايو 20 والتاريخ يسجل، عشرة مايو 20 والتاريخ يسجل. من صنع الثائرين رافدين المقتل، من صنع الثائرين رافدين الوحدة. عشرة مايو 20 والتاريخ يسجل، من صنع الباقين رافدين الوحدة. عشرة مايو 20 والتاريخ يسجل، من صنع الثائرين رافدين المقتل. عشرة مايو 20 والتاريخ يسجل، من صنع الثائرين رافدين المقتل. هذه هي الهوية جميع المعتقلين السياسيين وشباب
فينا الصحراويين والأحرار الأشراف اللي يدافع عن القضية الوطنية وجيش التحرير الشعب اللي ما يكرهها الحامي دوده والحسن وفرنكو يا خبيت الاستعمار والسادس والصهيون يا خليط الاستعمار أبيك من فوق تصيرينا قوات عدم تريد تقول وإلى قيم هو حق الشعب
الجزائر تمام تحيا الجزائر تمام شجعان أولاد الشجعان شجعان أولاد الشجعان وكل جزائر تمام ان شاء الله العوده شكرا شكرا للفنان المبدع لفرقه العزف المراقبه له وشكرا للجماهير التي تفاعلت مع كوكبه الاغاني الدوليه والان ندفع مع كلمه للصحفي والناشط محمد رابي اللي نشكره على مشاركته معنا السلام عليكم ورحمه الله تحياتنا لكم كاملين وسابق ما نبدأ كلمتي هذا لابد من وجه الشكر للسيدة الوالية وعضو الأمانة الوطنية وكل الخدوم وأيضا جماهير شعبنا هنا في أقطي بمخيم بوجدور أنا أحييكم تحية عطرة قلبية ومن خلالكم نحيي كل الشعب الصحراوي كيف تعرفوا على ان كيف 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 ما انتم يعني معدلين معركه مع العدو احنا معدلين كذلك معركه اعلاميه مع العدو وهاي المعركه اللي دايرين منها على ان ظهروا ضعفه وظهروا اعتداؤه على الشعب الصحراوي واحتلال الارض الصحراء الغربيه ونهب ثروات نحن كاملين صحراويين اللي خلانا اليوم مشتتين بين اللجوء والمهجر والمناطق المحتلة وعفوا على أننا رانا في جبهة واحدة وخندق واحد وعلى أننا حاسين معاناتكم حاسين بالألم اللي تعيشوه يا نعفوا عنه احنا كشعب صحراوي عاطينا مولانا من السبق وعاطينا مولانا من زين النية اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم لا بد ردنا باذن الله تعالى لارضنا منصورين وعلنا اللي مويليك والله ذاك اللي يسبه والله ذاك اللي يجي عاقبه ما يقد ابدا ينزم هذا الشعب الصحراوي الابي اللي عبر واللي اكد هاي 51 سنه على انه الشعب يقدر ينعطى به المثال في الشعوب المقاومه الشعوب الشريفه الشعوب المواطنه الشعوب اللي استطاعت على انها تحافظ على 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 هدفها الى النهايه ما يلا يطول عليكم أنا كيف تعرفوا تعرضوا لياسر من التشهير والتهديد والفيديوهات والعائلة وذا كامل يا غربي عافية عنه جاينا لا من عدو وقطعوا عدل للشعب الصحراوي كامل وذاك اللي مخلينا إن شاء الله ونتموا ماشيين من دار قدام إلى هزم اللي نسموه إن شاء الله الرحمن الرحيم وحنا رانا متأكدين وانا هاي ثاني مره نزور مخيمات العزه والكرامه يا غالي ناكد لكم على انكم وانا واحد منكم على انكم راكم بدولتكم ورانكم بجيشكم
قرانكم شعبكم، قرانكم هو اللي بصحافتكم. وصحافتكم راهي هازمه العدو. فذاك اللي عدل المقاتلين الصحراويين في الميدان اللي تحيوهم بهذه المناسبه، رانا ما نقدر نعدل الا شيء اكثر منه ان شاء الله في ساحات القتال الاعلامي مع الاحتلال. وانتم دائما حافظين على معنوياتكم، دائما معنوياتكم الفوق باذن الله تعالى. واعفوا عنا، رانا قدامكم ووراكم الى النصر باذن الله تعالى. وتحياتكم. إذا كنا معكم في هذه التغطية المباشرة. السلام عليكم. من دائرة قطي. إذا إن شاء الله نواصل معكم التغطية لاحقا بإذن الله تعالى. تحياتي لكم وإلى اللقاء إن شاء الله.